نبقى إذن لاستيضاح كل هذه التطورات تحديدا على الأرض من الناحية الميدانية بعد عام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا حضرة العميد على شاشة القاهرة الإخبارية. بعد عام في الميدان الآن بمبدأ الكاسب والخاسر، ما هي الحسابات؟ طبعا بعد عام ممكن حتى نقرأ التوقعات الممكنة في حقل الخسارة أو الربح لأحد الفريقين، يعني يجب أن نمر على بعض الوقائع التي حصلت خلال هذا العام. أولا، لم تسعف البندقية الروسية خطة الرئيس بوتين الثلاثية التي أعلنها في فبراير الماضي، عندما دخل في ما يسميه العملية الخاصة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لذلك فالصمود في كييف والصمود في بعض المدن والتجهيزات التي كان يعدها الجيش الأوكراني لهكذا هجوم منعت الرئيس من تحقيق أهدافه. لذلك انتقل إلى الخطة ب. الخطة ب هي الاكتفاء بالحصول على الأماكن النافعة لروسيا التي تؤمن مدى لإبعاد الصواريخ التي ممكن أن تخرق الحدود الروسية. لذلك احتل المنطقتين المقاطعتين في الدونباس وذات الأغلبية الروسية، وكذلك احتل خرسون لأنها مصدر مياه وطاقة لشبه جزيرة القرم، واحتل زابوروجيا التي تحوي أكبر مفاعل نووي في أوروبا خوفا من استخدامه من قبل أوكرانيا لغايات عسكرية. لذلك أعتقد أن يعني حاول الدخول على يعني الجلوس إلى الطاولة في مينسك بعد شهر من القتال لم نصل إلى نتيجة. كذلك استضافت اسطنبول مباحثات من هذا النوع وكذلك لم تصل إلى نتيجة. بعد عام من هذا الموضوع رأينا أولا الجيش الأوكراني كان يستعد ويجهز مسبقا لهكذا عملية، فقد نشر بعض من قواته العسكرية في داخل المدن. هذا ما كلف، هذا ما جعل الجيش الروسي ينفك عن كييف ولم يدخلها. نعم. حتى أستفيد بوجود حضرتك معنا لكثير من التساؤلات حضرة العميد. الآن على الأرض طبقا لكل المعطيات يعني لا خاسر ولا كاسب، يعني على الأقل من الناحية المنطقية للأمور، يعني ذكرت لي بأنه استراتيجيا تغيرت الأهداف الروسية وهناك أماكن حصل عليها الروس من الناحية الاستراتيجية هي تكفيهم لغاية الآن، فيما ذكرت لي بأنه تحت ما يعرف سيناريو بي أو سيناريو باء. الآن ما الذي يمكن أن يدخل إلى الميدان ويغير من قواعد اللعبة؟ لأنه في كلام الآن عن طائرات متقدمة، في كلام عن دبابات أمريكية ألمانية فرنسية، وبالتالي أي المعطيات التي ستدخل الآن على الأرض ربما تغير من كل التفاصيل؟ نعم، ما هو منتظر على المدى القريب، يعني أولا هناك كلام للرئيس بايدن أننا لن نسمح لروسيا بالانتصار. واحد، أجاب الرئيس بوتين كذلك أننا نحن نستعيد أراضي تاريخية روسية. يعني وإذا رجعنا إلى قول مدفيديف منذ حوالي يعني أيلول الماضي أن التصعيد، أي تصعيد سوف يقابل بتصعيد مماثل لاحتواء هذا التصعيد. ما هو منتظر؟ نعم، يبدو أن الجيش الأوكراني صمد، استطاع تجنيد عسكر 400,000 عسكري جديد، لديه دعم قوي من الناتو ومن الحلفاء. ما يطلبه الرئيس زيلينسكي يعني يلبى، حتى وصولا إلى الطائرات ممكن أن يحصل على طائرات. نحن أمام قفزة نوعية في استخدام السلاح مستقبلا. العنف يجر العنف، وهذا العنف منتظر يمكن دخول طائرات. يعني هو لغاية الآن لم يعلن حقيقة عن طائرات متقدمة، كل الكلام كان باتجاه طائرات سوفيتية، طائرات سخوي. لو دخلت الطائرات إلى الميدان حضرة العميد، ما الذي ستحدثه من تغيرات؟ أوكي، يعني نحن أمام قفزة نوعية في استخدام الأسلحة. هناك صواريخ مداها 300 كيلومتر، ما يستدعي يعني كل عتاد حديث
هناك يعني تصعيد لاحتواء هذا التصعيد، هذا الدور الروسي وهذه الخطة الروسية. عمليا يعني الروس سوف لن يكتفوا بهذه المناطق، سوف يعيدون الدخول إلى كييف، وقد يمكن أن يكون الدخول إلى الأوديسا لحرمان كييف من شاطئها. لذلك يعودون إلى الخطة ألاف، لأن هذا الموضوع لن يقبل به الروس مهما استخدم من طائرات. وبالتالي إذا ما تهددت أمن روسية في الداخل أو جرى قصف إلى أماكن روسية، لا أعتقد أن ممكن هناك أسلحة ممكن الوصول إليها، وهو يهدد فيها الرئيس بوتين أن كافة الأسلحة ممكن أن تستخدم إذا ما تهدد أمن روسية. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا هاتفيا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي.